دايما الدعاية لأي منتج بتكون سلاح إيجابي، لأنها بتعرفه للناس لو هو منتج استهلاكي، أو بتوعي الناس لو هي دعاية توعوية زي حملات الكورونا كده، أو بتعرف الناس بوجود عمل درامي معين وبتعمل له نوع من أنواع التشويق. الحالة الأخيرة دعاية العمل الدرامي هي اللي هتفتح لنا موضوع حلقتنا النهاردة، وهخص بالذكر موضوع حلقتنا النهاردة مسلسل كلنا أو معظمنا بيتابعوا الفترة دي، وهو مسلسل النهاية. الدعاية هنا أصبحت سلاح ذو حدين، وده اللي بيحصل في دعاية أي عمل درامي. أبهرت الناس، خلت الناس في انتظار المسلسل من رمضان اللي فات. المسلسل ضمن نجاحه على المستوى التجاري من قبل حتى ما ينزل، لكن زي دعاية كتير من الأعمال ادت انطباع ما تحققش في مشاهدة المسلسل نفسه، فخلت كتير من الناس اللي أنا عارفهم بشكل شخصي يقرروا ان هم يتراجعوا عن مشاهدة المسلسل أو يكملوا بس مش بنفس الشغف. احنا مش هنناقش الأسباب، بس خلوني أكد لكم على حاجة، إن الإبهار في الثري دي اللي احنا متأخرين فيه عن العالم بأكتر من 20 سنة ما كانش كافي لكتير من الناس إنها تتقبل أفكار المسلسل. بس في حلقتنا النهاردة هناخد من المسلسل ده مواضيع للحلقة. بداية، المسلسل بتدور أحداثه بعد 100 سنة من دلوقتي، حتى مجموعة من الفرضيات منها السياسي ومنها العلم، وده حقه. احنا هنركز على العلم اللي اغلبه ان ما كانش كله موجود بالفعل في الحياة، اقصد الفترة اللي احنا عايشينها. وخلونا نبدأ بفكرة الروبوت او الانسان الالي اللي تم اختراعه في المسلسل علشان يبقى نسخة طبق الاصل من يوسف الشريف بطل المسلسل. من حوالي 4 سنين شفت اول حلقات برنامج The Story of God او قصة الاله، وهخص هنا الحلقة الاولى من الموسم الاول، وكان اسمها Beyond Death او ما وراء الموت. الكلام ده كان سنة 2016. في الحلقة دي انا شفت الاول مرة فكرة الاندرويد روبوت، وكان عبارة عن روبوت نصفي، نسخة طبق الاصل من الشخص الحقيقي اللي اتعمل عليه الروبوت، بالظبط زي يوسف الشريف او زين في المسلسل. والروبوت اللي اتعمل شبهه زي ما بقول لكم كان نسخة طبق الاصل، وكان بيشتغل بنظام الاندرويد، وكان مغذب كمية معلومات غير طبيعية، بحيث ان انت لو سألت الشخص ده او سألتها، لان في الحالة دي هي كانت سيدة، اي سؤال بتجاوب عليه، ذاكرة كاملة لكل حياة السيدة دي، فبتحس انك بتكلمها هي مش بتكلم الروبوت. طيب كده احنا وصفنا الجزء العلمي المبهر للاختراع ده، خلونا نيجي للجزء الانساني، وهو ان ايه اللي يخلي شخص يدفع كل الفلوس دي في سبيل ان تعمله روبوت شبه حد بعينه. بدون الدخول في تفاصيل، الشخص ده كان خايف من لحظة موت السيدة، اللحظة اللي هيفقدها فيها للأبد، فقرر ان هو يعمل النموذج ده علشان لو ماتت في اي لحظة يبقى عنده اللي يعزيه عن غيابها، حتى لو كان اندرويد يفضل معاه لحد ما يموت هو كمان. فكرة الهيومانويد روبوت موجودة من 93 سنة، هي صحيح اتطورت كتير جدا خصوصا مع الجيل الجديد للاندرويد روبوتس اللي هو اصلا يهمنا في حلقتنا النهاردة، لكن فكرة الروبوتس في حد ذاتها هي قديمة جدا، وزي ما قلنا ظهرت لأول مرة من 93 سنة، تحديدا في سنة 1927. هيربرت تيليفوكس كان اسم اول هيومانويد روبوت، وكان من اختراع العالم الامريكي رون وانسلي. كان كل دوره في البداية انه يرفع سماعة التليفون، واكيد بتكلم هنا عن التليفون الارضي. في البداية ما كانش عنده القدرة على الكلام، بس الغريب جدا ان هيربرت تيليفوكس كان عنده القدرة على السمع وتمييز بعض الكلام من خلال الاهتزاز الخاص بالموجات الصوتية، بمعنى ان الروبوت ده كان بيبقى متسجل بعض الاوردرز في الذاكرة عنده، بحيث ان انت لو قلت نفس الاوردر بطريقة تانية الروبوت مش هيستوعب انت عاوز تعمل ايه. كمثال، لو هو متبرمج ان هو يرفع سماعة التليفون بجملة اجب على الهاتف، رحت انت قلت له رد على التليفون، هتلاقيه قاعد متنح ومش بيعمل اي حاجة. هيربرت تيليفوكس كان يعتبر مرحلة ما قبل البداية، بالرغم من كونه بيحمل كل صفات الهيومانويد روبوت، لكن البداية الحقيقية جت بعد كده ب10 سنين. في سنة 1937 لما قررت شركة الاجهزة الكهربائية الامريكية الشهيرة جدا ويستنج هاوس انتاج اول روبوت فعلي، والروبوت ده جه بعد تجربة رون وينسلي زي ما قلنا، وفعلا عملت الكترو ذا موتو مان اللي يعتبر البداية الحقيقية للهيومانويد روبوت، وكان من اختراع المهندس جوزيف بارنت، وكان مصنع من الألومنيوم والصلب، وكان طوله 210 سنتي ووزنه 120 كيلو جرام، وكان بيقدر يقوم ب26 مهمة بشرية، أغربها
انه كان بيقدر يدخن، علشان كده تسمى الكترو الروبوت المدخن. قبل ما نكمل خلونا نرجع بالزمن حوالي 525 سنة علشان نكتشف ان الرسام والعالم العبقري ليوناردو دافنشي اللي الناس بس عارفاه بلوحتيه الاشهر العشاء الاخير والموناليزا كان عالم، وكانت افكاره السبب في كتير جدا من الاختراعات اللي اتنفذت بعدها بثلاث قرون على الاقل. في سنة 1495 اخترع ليوناردو ما يعتبر انسان آلي، وكان اسمه ليوناردوز روبوت او روبوت ليوناردو، وكان عنده القدرة على ان هو يقوم ويقعد ويرفع دراعه. طبعا ما كانش فيه مواتير، بس كان بيتحرك من خلال مجموعة من الكابلات والبكر اللي كانت بتقوم بدور الترس. نكمل مع قصة الهيومانويد روبوت. في سنة 1961 كانت الطفرة الحقيقية في إنتاج الروبوت، لأن في الوقت ده كانت الكمبيوتر ظهرت، وظهرت فكرة البرمجة وبقت متاحة. فظهر في السنة دي أول بروجرامبل روبوت كان بيشتغل في مصنع للحديد، وكان بيعمل المهام الصعبة على الإنسان العادي، وهنا كان دوره مهم جدا، وأكيد ما يغنيش عن دور الإنسان العادي في القيام بالمهام السهلة والبسيطة. النقطة دي عكس تماما اللي بيحصل دلوقتي، وده اللي هنتكلم عنه في المرحلة الأخيرة من تاريخ الروبوت. هنعدي سنين كتير من مراحل تطور الروبوت عشان لسه عندنا موضوع تاني مهم جدا عايز اتكلم معاكم فيه في حلقتنا النهاردة، وهنوصل لسنة 2016 اللي بدأنا بيها كلامنا عن موضوع الروبوت، ونوصل للطفرة الحقيقية او الوصول للأندرويد روبوت اللي في الشكل اصبح شديد الشبه جدا بالإنسان الحقيقي، واحيانا بيكون نسخة طبق الأصل منه. اما بالنسبة للذكاء وكم المعلومات فنقدر نقول ان هو بقى انسان حقيقي ناطق، عنده كم من المعلومات اكتر من اي انسان انت ممكن تقابله في حياتك، قادر يفهم سؤالك وقادر يرد عليك في اي موضوع. وطبعا زي ما قلنا كان بيشتغل بنظام الاندرويد. في سنة 2016 ظهرت صوفيا، اشهر روبوت في العالم، وكانت من انتاج شركة هانسون روبوتكس، بجسم من مادة السيليكون علشان يصبح اقرب ما يكون للملمس الجسم الحقيقي. وكانت صوفيا قادرة على محاورة الناس وانها تتفاعل معاهم، قادرة انها تضحك وتبكي وغيرها من تعبيرات الوش، وبيتهيالي كلنا شفناها لما زارت مصر واستضافها الاعلامي اسامة كمال، وكمان قبل فهيت، او حتى في حواراتها مع كريستيانو رونالدو او ويل سميث او غيرها. النقطة الطريفة في قصة صوفيا واللي يمكن بعضكم يكون عارفها، ان السعودية في سنة 2017 منحت صوفيا الجنسية السعودية، واصبحت صوفيا مواطنة سعودية ليها كافة الحقوق وعليها كافة الواجبات. بس في تعليق ويكيبيديا على النقطة دي قالت احنا مش عارفين هيكون ليها حق التصويت في الانتخابات ولا لا. نقطة إنسانية كنا اتكلمنا عنها في روبوت 1961، وهي انه عمل مهام ما ينفعش يقوم بها الإنسان العادي، انما حاليا وفي اماكن كتير جدا من العالم بما فيها بعض الدول العربية تحول الروبوت انه هو بقى بيشتغل في وظائف سهلة ان الإنسان يعملها. على سبيل المثال بقى مكلف بمهمة الويتر في بعض المطاعم، وهنا نقطة مهمة جدا، على الرغم من ان هي حاجة كويسة وحاجة هتتحسب لصالح الدول دي من تقدم وتطور علمي وكل الكلام الحلو ده، الا ان الموضوع ده كان كفيل بان هو يعمل مشاكل كتير جدا، ممكن توصل لمجاعات، مش بس مجاعات، لا ده ممكن توصل لمرحلة الحروب، لان احنا لو جينا نفكر العالم اصلا اغلبه بيعاني من البطالة، ففرص التشغيل بتقل مع زيادة الاوتوميشن، فاحنا كل ما بنزود القصة دي وبنشغل الروبوتس في مهن قادر الانسان يقوم بيها، فاحنا هنا فعلا ممكن تكون دي بداية النهاية. هندخل في موضوع تاني المسلسل ما اتكلمش عنه، بس انا بعتبره موضوع مهم جدا وهو بالتأكيد اخطر، وهو زاوية تانية من العلم. المرة دي بيولوجي مش كوميونيكيشن، وهي فكرة الكلونينج او الاستنساخ. خلونا اول حاجة نعرف ايه هو الاستنساخ. الاستنساخ هي عملية عمل نسخة كائن طبق الاصل من كائن حي باستخدام الحمض النووي او الدي ان ايه. وخلونا نرجع لورا حوالي 24 سنة، تحديدا في 5 يوليو 1996، لما نزل تقرير في واحدة من الجرائد العلمية الدورية ان في معهد روزلين بجامعة ادنبرا بسكوتلندا قدر جيث كامبل وايان وولمت من استنساخ اول مولود لكائن حي في التاريخ، وكانت نعجة،
ونعجة للي ما يعرفهاش فهي أنثى الخروف، وتم استنساخها من 3 نعجات مختلفين، واحدة اتاخد منها البويضة، والتانية الدي ان ايه، والتالتة استخدم الرحم بتاعها لمرحلة حضانة الجنين، وتسمت وقتها دولي. دولي عملت وقتها انقلاب كبير جدا في كل الأوساط، سواء كانت علمية أو اجتماعية والأكيد دينية، وكانت دولي أهم عملية بيولوجية في التاريخ، وهي عملية أعقد شويتين من عملية التلقيح، لأن تم التحكم في الدي ان ايه الخاص بالنعجة المستنسخة، وما ينفعش نقول المولودة علشان تطلع نسخة طبق الأصل من النعجة اللي اتاخد منها الدي ان ايه. عاشت دولي 6 سنين ونص، خلفت خلالهم 6 خروف، والمعروف ان النعاج بتخلف 1 أو 2 بالكتير في الحمل الواحد، وبتستمر مدة الحمل 6 شهور، ولكن دولي خلفت 3 مرات، اول مرة كان 1، تاني مرة كان 2، وتالت مرة ودي كانت المفاجأة كانوا 3. عاشت دولي كل حياتها في معهد روزلين، وماتت سنة 2003 وعمرها 6 سنين ونص زي ما قلنا. وعلى فكرة دولي نجحت بعد 277 محاولة فاشلة، وده بيرجعنا لمقولة اديسون بعد فشله في صناعة المصباح الكهربائي 999 مرة ونجحه في المرة الالف انه استفاد من 999 مرة، لانه قدر يعرف ان كل دي ما كانتش الطرق الصحيحة لصناعة المصباح الكهربائي. بعد دولي فضل العلماء يعملوا محاولات استنساخ لأنواع مختلفة من الثدييات، نجحت مع الخنزير والغزال والحصان والجاموس، وفشلت مع بعض الأنواع زي بعض أنواع الخروف الأخرى. في يناير 2019 نجح العلماء في الصين من استنساخ 5 قرود متماثلة تماما وبنفس المنهجية اللي استنسخت بها النعجة دولي. كانوا قبلها بسنة بالظبط قدروا ان هم يستنسخوا أول قرد. العلماء بيأكدوا ان بعد نجاح كل التجارب دي ان استنساخ الانسان اصبح شيء وشيك جدا، فهل ممكن فعلا نتفاجئ بخبر قريب بعد 24 سنة من نجاح استنساخ دولي باستنساخ اول انسان على وش الارض؟ محدش عارف. قبل ما اختم الحلقة حابة ارجع لمسلسل النهاية مرة تانية اللي حط تصورات ساذجة جدا سياسيا وعلميا للعالم سنة 2120، ورغم حبي واحترامي الشديد لعمرو سمير عاطف مؤلف العمل واعجابي بكل اعماله اللي فاتت، الا ان تصور العالم سنة 2120 وان قمة التطور هتكون في شوية اطباق بتطير او الدرونز او الشاشات الموجودة بدون جسم مادي او فكرة الروبوتس اللي هو بيكون نسخة طبق الاصل من الانسان او حتى سيارات ذاتية القيادة اللي هي كده كده موجودة من اكتر من 4 سنين وبشكل رسمي، اللي اقصده ان دي كلها حاجات موجودة في العالم من قبل 2020 وبفترة كبيرة. المسلسل خيب توقعاتنا لان العلم لسه عنده مفاجآت اكبر من كده بكتير هيقدمها لنا خلال 10 سنين الجاية، مش بعد 100 سنة زي ما المسلسل عرض لنا.